طيب السابلية عندي مقديره عبارة عن ايه؟ 300 جرام من الدقيق، ما يعادل كوبايتين وشوية، تمام؟ لأن كوباية الدقيق بتكون 140 جرام. معايا 200 جرام زبدة، 100 جرام سكر، سكر مطحون طبعا مش سكر عادي، ومعايا كمان 20 جرام قرفة، مربى مشمش كريمي اللي هي بتكون ناعمه ما فيهاش اي قطع، وشوكولاته بقى بالحليب والتزيين واللوز والحركات دي، دي اختياري. يعني اقدر ان انا احط فستق واحط مكسرات غاليه، واقدر ان انا اكتفي بشويه فول سوداني ويبقى الموضوع عندي تمام التمام من غير ما اكلف نفسي كتير. طيب مقادير التابليت دي هنزلها لكم على صفحتي بالكوبايات، ولو في وقت هقدر اقول لكم عليها بال كوبايات في الحلقه، لان انا نازله جرامات. ويفضل يفضل عشان تطلعي شغل مظبوط ان انت تستخدمي ميزان، بيفرق جدا، والميزان موجود في محلات الخامات الحلواني ومحلات الادوات المنزليه من اول 70 جنيه لحد 400 جنيه. فانا عندي والله حتى في البيت كنت جايباه ب 100 وشويه وشغال عندي وزي الفل، ما فيهوش اي حاجه يعني شغال، حتى بالبطاريات عادي هيتغير على طول. فانا بالتالي خليني احسن في الجرامات عشان تطلعي الشغل مظبوط على الشاره، لاني مستخدمه زبده ومستخدمه سمنه ومستخدمه مكونات كتير غاليه، فبالتالي مش عايزه الموضوع يبقى صعب.